ناصر. محمد ناصر. ايوه مين؟ يوي عفريت 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 خد تعال عازف. يوي عفريت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سلام قول من رب الرحيم يا رب. اعوذ بالله من اللي شفته ده. هي ده. سلام قول سلام قول من رب الرحيم. ما تخافش ما عملتش حاجه. انت مين؟ ما تخافش ما تخافش. هي في مين مين؟ يا ابوي انا الضوي يا ابوي. الضوي؟ ايوه. ايه ليه عامل في نفسك كده دوي؟ ها؟ ليه عامل في نفسك كده؟ ما انت مش واخد على التكنولوجيا يا عم عبد ناصر. ايه ده يا ابوي ده؟ انت خفت مني وقعدت تجري وراك واقول لك ما تخافش يا عم عبد ناصر. انا اجعل عفريت. ايه البدله دي؟ ها؟ ايه دي البدله دي؟ ما انا هقول لك يا عم عبد ناصر. اقعد وقول لي حكيم. انت عارفني انا برش المبيدات بتاعت الزرع بهدومي بتاعت البيت. ايوه عارف. انا وبرش اول امبارح في مهاجر شركه كورتيفه بتاعت المبيدات. تمام ايوه اسمع عليها الشركه دي. نده علي الراجل خذ يا حق ازاي انت بترش المبيدات بهدوم البيت ولا لابس جوانتي ولا كمام ولا نظاره؟ قلت له انا ما اعرفش ابوي الحاجات دي. ما طول عمرنا برش عليك. ما طول عمرك بترش يا عم عبد ناصر وانا اقول الحساسيه الجلديه جايالي من وين وعيني وجعاني من وين ونفسي كارش علي من ايه؟ ايوه صح. اتاري يا عم عبد ناصر الوقايه خير من العلاج. راح الراجل اداني البدله دي والجوانتي والنظاره قال لي يا حق هي دي اللبس بتاع الرش. ده اللبس بتاع ايه؟ ايوه بتاع الرش. بتاع الرش. تمام. راح الراجل الدهوني وقال لي لازم يا حق لما ترش المبيد تلبس جوانتي عشان ايديك تحميها ونظاره عشان تحمي عينيك وتلبس كمامه عشان المبيد ما ياثرش على الرئتين ونفسك. ايوه. وتلبس البدله دي الواقيه يا عم عبد ناصر عشان ما تاثرش على الجلد عندك. يعني على جلدك. وانت اول ما شفتني عملك مش ماخذ على التقدم انت جريت واجري وراك واقول لك يا عم عبد ناصر انا الضوي انا الضوي. انا ما اعرفش كده يا ابوي والله يا ضوي. بسم الله ما شاء الله. بس البدله دي يا ريت تكلمه لي يا ضوي يجيب لي بدله. الراجل قال لي هجيب للمزرعين كلهم. ايوه عشان برش الويكه ورش الشطه وفعلا اقعد الليل كله اهرش في يدي واحك في عيني. ما يا عم عبد ناصر الوقايه خير من العلاج. لازم ترش يا عم عبد ناصر. ايه رايك؟ ايوه ما شاء الله. حاجه شاكه يا عم عبد ناصر. ايوه ما شاء الله. انجل مبيد عليها ما ياثرش على جسمك ولا على مناخيرك ولا حاجه. انا الحساسيه مشت منك ملبسها النهارده ما حسيتش باي حاجه مني لبسي. فلازم اي مزارع يا عم عبد ناصر بيرش مبيد لازم يحمي نفسه بالحاجات دي يا عم عبد ناصر. لانه قلت لك الوقايه خير من العلاج. وانت خايف؟ ده انا كل المزارعين اللي يشوفوني في الزرع برش القمح ورش الطماطم الصبح كل اللي يشوفني يجري يا اخي. الناس مش ماخده على التقدم. معليش الناس مش ما تعودتش. بس اوعى تنسى تكلمه لنا يجيب لنا البدل دي. الله يبارك فيك. لا هجيب لك واحد. تمام توكل على الله. الله يبارك فيك. وقول للمزارعين يا ابوي دي بدله رش كل يشوفني يجري. لا هقول لهم حاضر. ماشي.